الثورة الجزائرية ثورة القيم الإنسانية وجسر الصداقة مع كل من يؤمن بالقضايا العادلة، هي رسالة الملتقى الدولي حول أصدقاء الثورة الذي ينظم عرفاناً بتضحيات كل من تبنوا القضية الجزائرية واصطفوا وراء ثورة نوفمبر المجيدة. إن الجزائر بأجيالها المتعاقبة ستظل وفية لكل من ناصرها ووقف إلى جانبها في محنتها خلال معركة الشرف، وستورث قيم الإخلاص والوفاء لبناتها وأبنائها البررة، لأن مثل هذه القيم هي جسر التواصل بين الأمم والضامن الأكيد لزرع المحبة والتعاون والرقي والسلام العالميين. اعتزاز الجزائر بإسهام هؤلاء الرجال والنساء في مسيرة كفاح التحرير الوطني والدفاع عن قضيتنا العادلة، أصدقاء الثورة الجزائرية الذين نرفع لهم تحية التقدير والتبجيل، تأثروا بما تأثرنا به، تعذبوا كما تعذبنا، بل أنهم واجهوا معنا أعتى قوة وهم منها. إن الدعم والمساندة اللذين حظيت بها ثورتنا المجيدة من أصدقائها الذين ناصروا كفاح شعب أعزل لا خير دليل على إيمان أصدقاء الأمس واليوم بعدالة القضية الجزائرية وبحتمية انتصارها. قرابة 70 مشاركاً من أصدقاء الثورة التحريرية قدموا من 31 دولة لحضور الملتقى واستحضار أمجاد إحدى أكبر ملاحم القرن العشرين في محاربة الاستعمار، باستذكار مساهمات هؤلاء في دعم كفاح الشعب الجزائري من أجل التحرر. عرفتي بزملائي معنا المجاهدين الجزائريين، احنا كنا دولة واحدة ودمنا دم واحد، فهمت؟ والحمد لله وانا على الذمة لليوم الغدو، الحمد لله خدمت ثورة تونس وشاركت في ثورة الجزائر بالمجهود اللي نجمت نعمله، وعرفت الجزائر كما قلوها، وربي يصلح رايكم وردوا بالكم على الوطن. نمساوية جزائرية جديد جو فون دو كور، تحيا الجزائر، راني جزائرية مفتخرة بالهاد الكلمة تاع جزائرية والعلم الجزائري. الملتقى الذي يعرف مشاركة أكاديميين ومؤرخين إلى جانب أصدقاء الثورة التحريرية سيعرف تكريم العديد من الشخصيات التي انخرطت في دعم الثورة وتعزيز صداها في العالم.